طيبين، رمضان كريم. حلقة النهاردة عن التلي، حلقة من جنوب الصعيد. التلي ده قصة كبيرة، قصة جميلة، ويفضل سنة بعد سنة وبعد ما تم إعادة اكتشافه بيفضل حاجة جميلة محتاجة لسه مسافة طويلة وسنين طويلة جدا علشان نقدر نؤكد إننا نمتلك فن التلي، فن الصعيدي اللي اشتهر في أزمنة قديمة وعاد مرة أخرى في السنين اللي فاتت. لكن أنا بعتقد إنه يدال محتاج إعادة استخدام، بس التلي ده حاجة حلوة أوي أوي أوي. كل سنة وحضرتك طيبة وحضرتك بخير. ورمضان كريم، الله أكرم. وإيه الشغل الجميل ده؟ ميرسي، تسلم، ربنا يخليك. تيجي نبدأ مع كل الناس نتعرف على التلي، عشان اللي ما يعرفش التلي، في طبعا كتير من مشاهدين باب رزق خلاص عرفوا التالي، بس في برضو جزء ما يعرفش التالي. ايه بقى التالي؟ التلي بقى تاريخيا هو كان الزي التراثي للستات في صعيد مصر، وتحديدا في سوهاج واسيوط. وانا سعيده ان حضرتك قلت عليه فن تراثي، لان انا بحب جدا جدا التسميه دي، مش ان هو مجرد حرفه تراثيه، هو حقيقي فن هو وابداع فن حقيقي. كبير. بالظبط. فتاريخيا الستات في صعيد مصر كانت بتلبس التلي، ومن المثبت ان هو كان موجود في مصر من نهايات القرن ال18. ومحمد علي لما وصل للحكم احتكر التلي، لانه كان بيجيب فلوس كتيره جدا وبيدخل احتكر دخل. صناعة التالي. احتكر صناعه التلي وعمل له مصنع مخصوص علشان يعمل الخيوط اللي كانت في الوقت ده معموله من الفضه الخالصه. الفضة والذهب كمان، مش كده؟ الفضة الخالصة والذهب الخالص. يعني هحاول ايه يعني افتكر مع حضرتك كده برضو من ضيوفنا اللي تكلمونا عن تاريخ التالي. كان العروسة ما يبقاش جهازها كامل الا بوجود الصندوق اللي فيه الحاجات التالي بقى، الجلابية التالي والشال التالي والمفرش التالي ومفرش السرير التالي. مظبوط كده؟ بالظبط كده، بالظبط. وكل الرسومات اللي احنا بنسميها الموتيفات بتاعت التلي دي هي كلها حاجات من البيئه المحيطه بالعروسه، يعني بنلاقي العروسه نفسها، العريس بيتعمل على شكل جمل او على شكل نخله، الحاجات اللي هي بتستخدمها في حياتها اليوميه. احنا معانا حاجة هنا نشرح للناس اللي نقدر مش نعمل بتسمع مثلا كده نقدر نعمل ده، زي يعني حضرتك مثلا قاعدة كده. اهو دي العروسه هنا، بص حضرتك العروسه، وده العريس اللي معمول على دي على النخلة. ده كده الرموز دي، ده فدي جمل، كلها ده يرمز للعريس. يرمز للعريس. ودي العروسة، دي بنسميها عروسة كسر، هي نوع مختلف من ايوه العروسة لان في اكتر من طريقة بتتعمل بيها. ف موتيفات التالي دي حاجة جميلة عظيمة، هي قوي لغة، هي لغة لغة بالظبط كده. بالظبط كده من الرسومات، وكلها بتعبر عن البيئة المحيطة بالعروسة.